كثير بعد عصابات. عصابنا مش عم تهدي لنا شيء ليه؟ وعم نتصل بالبوليس، نتصل بكل شيء. ولا في جواب ولا اي سؤال من شيء ليه؟ لا الظابط ولا في حدا. وعم نطلب دائما من الله انه بس يبينوا لنا مين هن اللي قتلوا الياس ورده. تنعرف ايش قتلونا؟ عشان ايش؟ هون البوليس ما قتلوه قال ابنك مات من ورا المصاري. قلت له اي مصاري؟ قال لي مصاري دينا لابنك لو عاد هذا القتل قتلوه. بدنا نعرف من ايش قتلوه؟ مش عارفين من ايش، من المصاري ولا شيء ثاني مش عارفين. البوليس قال احنا عم نشتغل بهي الشغله وانت بتطلع شيء خبر بنعطيكم خبر. لحد هسه لا عم ناخذ جواب ولا عم ناخذ سؤالات من شيء بالمره. صار لي 12 سنه صار لي بطلع ثلاث اربع خمس ست سنين سبع سنين مش عارف بتصلي يعطونا ولا اي جواب ولا عم بيجي شيء منهم. نطلب احنا انه يبينوا لنا يعني مين هم اللي قتلوهم. عشان ايش عاد رح نكمل الشغله ثاني؟ مش عارفين احنا عايش. انا البوليس خبرني قال لي ابنك هيك صار معه، اخذني بالمغرب بالليل اخذني فداس قال لي هيك القصه. بالاخر قال لي ابنك مات من ورا المصاري. قلت له ابنك مدين مصاري لحدا؟ قلت له انا بعرف. قال لي بلا ابنك مدين مصاري لحدا. لازم بدنا نستعمل بدنا الواحد بس يبين لنا بس مين قتل الجسم بدنا نعرف مين قتل. ويا احنا عم نطلب دائما من البوليس انه فيش وفيش جواب. فيش جواب بمعطله بعد حد اسمه جواب.